مذيعين تسمعهم من روحهم تعرف ملامحهم منهم مذيعين بقى حبتهم من طلتهم أسرار تفاصيل في حياة مذيعين أكتر من جيل وطرائف ومواقف يلا نبدأ تسجيل وأكيد تغيير لينا وليهم ومفاجأة لكل المستمعين لما المذيعين يتحولوا فجأة كده لضيوف في كلام مذيعين كلام مذيعين مع خلود نادر على نغم أف أم كلام مذيعين. النهارده في كلام مذيعين حلقه مختلفه تماما لاننا النهارده معانا ضيف مميز جدا وهو تقريبا يعني مش ضيف لانه نغم في ام بيته هو الكاتب والصحفي والاعلامي ورئيس المحتوى الدرامي لشركه المتحده للخدمات الاعلاميه استاذ يسري الفخراني. مساء الفل على حضرتك وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله اكرم الله اكرم ربنا يخليك ومنور الدنيا. طقوسك ايه في رمضان؟ السؤال اللي لازم اساله لك اكيد في الاول. يا نهار ابيض طقوس كتير جدا طبعا. الشغل واخد وقت طويل جدا في رمضان بالنسبه لي بس انا بحرص حرص شديد جدا على ساعتين مهمين الساعه اللي قبل الفطار والساعه اللي قبل الفجر يعني دول مختصرين بالنسبه لي شهر رمضان اذا كان بقضي شويه وقت مع قرايه القران اسمع الشيخ رفعت طبعا والفجر نفس الحكاية يعني ده الجزء المهم وجزء من طقوس رمضان اني لازم اتصل تليفونيا كل الناس اللي انا يهموني وعايد عليهم واولهم مين؟ امي لازم طبعا يعني اول تليفون يكون ليها واسمع دعواتها ودايما احنا مقصرين من ناحيتهم يعني. استاذ يسري يعني هسالك لازم عن اهم حاجه الناس بتستناها في التلفزيون في رمضان اكيد يعني الاعمال الدراميه فبما ان حضرتك رئيس المحتوى الدرامي في شركه المتحده قولنا ازاي بتختار المسلسلات اللي بتتعرض في شهر رمضان؟ بصي دايما ده السؤال الصعب لانه في رمضان الموضوع بيبقى شويه مختلف. الاهم بالنسبه لي في شهر رمضان التنوع يعني تنوع المحتوى لانه في الاخر الموسم اللي بره رمضان احنا بنقدمه على مدار ما يقرب من 7 أو 8 شهور فبنقدم مجموعه اعمال ممكن توصل مثلا ل 15 16 عمل من جوه رمضان. 15 16 عمل دول بيتعملوا في شهر يعني او بيتقدموا في شهر فلازم يكون في تنوع شديد جدا عشان نقدر كل الاذواق تبقى شايفه نفسها في الموضوع. انا شايف انه في الاخر اذا اي شخص ذوقه وصل ان هو بيتفرج على من عملين الى 3 فاحنا نجحنا يعني مستحيل حد مش بس يبقى عنده وقت او طاقه انه يتفرج على 14 15 عمل يبقى عنده ذوق ان هو كل هذه الاعمال تتوافق مع مزاجه الشخصي. ايه المسلسلات اللي شدتك كمشاهد وابتديت ان انت تتابعها في رمضان؟ انا بشوف موسم رمضان كمشاهد بعد رمضان لانه في الاخر يعني ايه جوه المطبخ فانت تايقة الطبيخ والشماب وحساسة مفيش استطعام بأي حاجة جوه رمضان. أنا بعتقد السنة دي الموسم في الأغلب يستحق المشاهدة والمتابعة. نتكلم بقى عن البرامج اللي حضرتك بتقدمها. طبعا هو برنامج باب رزق اللي بقى مرتبط باسم يسري الفخراني 7 سنين لحد دلوقتي مستمر في الراديو وفي التلفزيون. ازاي بتحضر للبرنامج وازاي كمان بتحافظ على نجاحه ويستمر لحد دلوقتي؟ والله تسعديني. بص انا عايز اقولك على حاجة انه باب رزق لما بدأ من 7 سنين انا ما بدأتوش كبرنامج بدأته كمشروع انساني ان نبدأ نشوف الناس البسطة جدا انك تنزلي أماكن يمكن تكسلي أنك أنت تنزليها لكن بيفرض عليكي مشروع وبرنامج باب رزق أنك أنت تنزلي قبل الناس تكلمي معاهم تصاحبيهم تعرفي أفكارهم. عدم الانعزال عن الناس وعن الشارع ده مفيد جدا في حياتك الشخصية وفي شغلي كمان في الدراما فادني جدا أني أشوف المستقبل الشعبي للدراما. فبر رمضان أو جوه رمضان أنا ما زلت عندي نفس الشغف القديم بل بيزيد بالنسبة لي. أنا عملت في الراديو وفي التلفزيون ما يقرب من 1200 حلقة فتخيلي في يعني حوالي 1000 صاحب من البرنامج والناس دي عندها أفكار مختلفة وإحساس جميل وطبعا دول عندهم المثل المصري بتاعنا الحلو
يعني ايه لقيني ولا تغديني قد كده. المقابله معاهم بتبقى جميله جدا. النماذج دي بتخلي الواحد يحس انه مش بس الدنيا بخير، الدنيا بخير، ونقدر كل واحد لو عايز يعمل حاجه يقدر يعملها في اي وقت وفي اي سن. بما ان الدنيا بخير والحمد لله، لو يسري الفخراني قرر ان هو يعمل مبادره خير في رمضان، المبادره دي هتبقى لمين، ومين الاعلاميين اللي هتختارهم يشاركوا معاك المبادره، ومن الفنانين كمان؟ انا بعتقد انه احب جدا يكون معايا صديقي وزميلي الاستاذ محمود مسلم، وتكون معايا مدام سناء منصور، ست برضو مثال لأصالة ومثال لتاريخ ومثال ثقافة ومثال حضور، شابة، ومن الـ من الـ من السادة الممثلين. طبعا أحب يكون يسرى لأنها صديقة عزيزة وأنا عارف أنها بتحب الخير، وأحب كمان يكون عمرو دياب كصديق عزيز، وفي طبعا أكيد كتير. مكملين كلامنا في كلام مذيعين مع الكاتب الصحفي يسري الفخراني على نغمة فأم. كلام مذيعين، كلام مذيعين مع خلود نادر على نغم اف ام. كلام مذيعين، مكملين كلامنا في كلام مذيعين مع الكاتب الصحفي ورئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أستاذ يسري الفخراني. مين المذيعين المفضلين بالنسبة لك، وإيه البرامج اللي بتحب تشوفها دايما؟ بتابع طبعا برنامج الصديقة العزيزة الأستاذة إسعاد يونس صاحبة السعادة. ها مؤخرا كنت برضو على يمكن على الدي ام سي كنت بتابع برنامج أنغام. أنا شايف أنه برنامج موسيقي مهم وعمل حالة لطيفة وجميلة. إيه الحاجة المزعجة بالنسبة لك اللي لو شفتها في برنامج معين ممكن تقلب القناة فورا؟ كبرنامج الدخول في الحياة الخاصة، أنا شايف ده استفزاز شديد جدا، شايف ده استهلاك لوقت القناة. بص أنا عايز أقولك على حاجة، بما أني مسؤول كمان عن قنوات الدراما في الشركة المتحدة، بقول لهم الدقيقة دي بفلوس لازم نحط فيها حاجة مفيدة للناس طبعا. ولازم نبقى اختياراتنا بعناية شديدة جدا يعني، وده بيبقى واضح حتى في المحتوى اللي احنا بنقدمه على قنوات الدراما في المتحدة، سواء المسلسلات او الافلام زي الحياة الدراما مثلا. فالبرامج اللي فعلا بتخليني مستفز ومش مبسوط على الاطلاق وشايف انها لازم لها وقفة هي اي برنامج بتتدخل في الحياة الخاصة بتفاصيلها المزعجة. عايز أقول لحضرتك شكرا على اللفتات اللي بتيجي طول الوقت على دي ام سي دراما، بتفكرنا بذكريات حلوة بتلمس قلبنا. مين صاحب الفكرة دي؟ ساعات بتيجي مثلا عبارة عن تيتر لمسلسل زمان، ساعات بتيجي نبذة عن فنان، فمين صاحب الفكرة؟ بص الحمد لله طبعا دي ام سي دراما يعني من ساعة من 14 يناير 2017 ده عيد ميلادها يعني، وهي الحمد لله قناة مختلفة، مش قناة مجرد انها بتذيع السبع او ثمان مسلسلات. من اللحظه الاولى كان ليا شرف ان انا يعني ابنيها، لانه قلت لا، طب وليه الناس وهي بتتفرج على المسلسلات ما بتتفرجش على اشياء اخرى؟ فتقريبا الحمد لله لغايه النهارده احنا عاملين ما يقرب من حاجه 60 فكره بتتناول تفاصيل لطيفه في مجتمعنا لا يجب الحفاظ عليها، تفاصيل مهمه في هويتنا، تكريم لرموز مصريه كثيره جدا جدا، تكريم لمواهب شابه كثيره جدا جدا. بمناسبه تكريم الرموز المصريه، انا شفت النهارده عمار الشريعي، بسطت قوي 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 على الفطار كان في عمار الشريعي النهارده. الافكار الترابيزه اللي احنا بنسجل عليها دي يعني دي ملتقى زملائي في القناة، وهم مش كتير، هم ثلاثة، بنقعد نفكر نقدر نعمل إيه. والحقيقة يعني هم كلهم حماسة مع أفكار دي ام سي، دي ام سي دراما بيبقى عندهم حماسة شديدة جدا لما نخرج بفكرة، فبلاقيها فورا يعني يلا بننفذها بسرعة شديدة. حكمة بتؤمن بيها في حياتك؟ من جد وجد. مين الشخص اللي وحشك تشوفه في رمضان ومفتقده السنة دي؟ من الناس اللي أنا مفتقدها في شهر رمضان الحقيقة هشام سليم، لأن هشام مش بس كان صديق، هشام كان من الناس اللي أنا بعتقد أنه فيهم كل الصفات الجميلة للصداقة والإنسانية، وكان ودود، وكان بيعرف إمتى لو عندك مشكلة يتكلم معك في إيه. لو افترضنا فجأة إن ضيفتك هتكون زوجتك العزيزة وهتحاورها، إيه السؤال اللي هتسأله؟
الله. هو طبعا انت عارفة زوجتي كاتبة وصحفية في الأهرام ويكلي، ومن ساعة يمكن ما تجوزنا فهي يعني ايه أخلصت جدا طبعا للأولاد، فأنا عايز أقول لها يعني لازم بقى ترجع تاني تخلص كمان شغلها، وهي كانت ومدالة شاطرة فيه الحقيقة، وهي محاورة جيدة جدا يعني بتجري حوارات هايلة، فأنا عايزها ترجع تاني لهذا المربع كده وتشتغل فيه بجد. ايه أستاذ يسري تقول ايه لكل مستمعينك على نغمة فأم؟ أقول لهم وحشتوني جدا، أنا بحب نغمة فأم جدا جدا، قعدت أقدم فيها برنامج كان اسمه بكرة، وده كان من البرامج اللي هو في عز أزمتنا في مصر. أنا بدأت سنة يمكن 2012 وقعدت مستمر فيه يوميا لغاية سنة يمكن 2015، يمكن حوالي 3 سنين يوميا باستثناء الجمعة مثلا أو حاجة ساعتين كل يوم. لا كم أنا عشت في نغمة FM حياة كبيرة وحياة كاملة، وأنا بحب مستمعيها لأنهم عندهم ذوق وعندهم إحساس بالكلمة اللي بتتقدم، وعندهم إحساس بالأغاني القديمة كمان. أنا منتمي أكتر للأغاني القديمة حتى بالنسبة لجيل عمرو دياب لجيل ومحمد فؤاد، أنا بحب أغانيهم القديمة. فالتركيبة بتاعت نغمة FM حقيقي وحشتني جدا، وحضرتك كمان وحشتنا جدا. فتاني بشكرك على كل حاجة بتقدمها لنا، سواء في دي ام سي دراما، اي حاجه بتلمس قلبنا او تفكرنا بذكرى حلوه او بتكرم شخصيه عامه مهمه في مصر، وكمان اي بوست حتى حضرتك بتكتبه على السوشيال ميديا اكيد برضو بيبقى مميز وبيلمس قلبنا. شكرا، نورت نغمة FM، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير دايما. كل سنه طيبه خلود، وكل سنه وانتم طيبين في نغمة FM، كل زملائي في نغمة FM، ومآسر طبعا كل سنه وهي طيبه، عامله جهد كبير حقيقي في كل قنوات المجموعة، وأتمنى لكم أكتر وأكتر بقى كده من نجاحات، من يعني انتوا واقفين على أرض صلبة محتاجين بقى تنطلقوا أكتر وأكتر إن شاء الله في الفترة الجاية. رمضان كريم، وأنا أسعدني جدا الحوار معك يا خلود. استنونا كل يوم في نفس الميعاد وكلام مذيعين على نغمة FM. كنت معاكم خلود نادر. كلام مذيعين، كنتم مع كلام مذيعين مع خلود نادر على نغم FM. كلام مذيعين.